السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح جدول ضرب الخمسة بعد الحفظ أو عند الحفظ. لازم الطفل يبقى فاهم يعني إيه جدول ضرب خمسة، ويعني إيه حاجة بضربها في الخمس. خمسة صوابع إيدي، خمسة صوابع إيدي، أصابع الإيد خمسة. كل حاجة هشوفها وأضربها في خمسة هجمعها على نفسها 5 مرات، هجمعها على نفسها 5 مرات. يلا تعالوا نشوف ازاي. وقلنا 6 في 5، يبقى نقول لكل صباع هياخد 6. 6 6 6 6 6، واجمع الناتج في الاخر هيطلع لي 30. تمام كده؟ يبقى تمام كده، يبقى اصابع الايد 5، وكل حاجة هضربها في 5 هدي زيها للصوابع كلها. كل حاجة هضربها في 5 هدي زيها للصوابع كلها. ودي فكرة جدول ضرب الخمسة، ما غيرناش عن اللي قبليها حاجة. تعالوا بقى نعرف هنحفظ جدول ضرب الخمسة ازاي. بالأغنية نقول للطفل صوتك أحلى، ويلا جرب معايا. 5 في 1 ب5، 5 في 2 ب10، 5 في 3 ب15، 5 في 4 ب20، 5 في 5 ب25، 5 في 6 ب30، 5 في 7 ب35، 5 في 8 ب40، 5 في 9 ب45، 5 في 10 ب50، 5 في 11 ب55، 5 في 12 ب60. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه في الجداول اللي عدت. لو قلنا 5 في 0 هتساوي 0، طب 5 في 1 هتساوي نفسها اللي هي الخمسة. 5 في 2 هجمع الخمسة على نفسها، بخمسة زائد خمسة ب10. 5 في 3 5 زائد 5 زائد 5 15. 5 في 4 هجمع الخمسة 4 مرات، 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 ب20. طب وال5 في 5 ب25، 5 في 6 ب30، 5 في 7 ب35، 5 في 8 ب40، 5 في 9 ب45، 5 في 10 ب50، 5 في 0 ب0، 5 في 1 ب5، نحطهم جنب بعض. 5 في 11 ب55، 5 في 1 ب5، و5 في 1 ب5، نحطهم جنب بعض ونقراهم. وبالتوفيق بإذن الله تعالى، وأشوفكم على خير في فيديوهات تانية. أتمنى تتابعوا وتشاركوا وتنشروا علشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم مربة الحطاب، وبالتوفيق بإذن الله تعالى.